الواقع. شكرا. طيب دكتور، يعني عايز نعرف منك الفكرة بدأت من امتى وجات ازاي، واحنا عارفين ان هي بدأ بقى لها يعني ما شاء الله قرب ال10 سنين دلوقتي، واستهدفتوا كام طفل لحد دلوقتي؟ الفكرة بدأت سنة 2008 أو 2007 لما سمعت إن في أطفال بيتعرضوا للتحرش الجنسي، تمام. وإحنا كطلبة وأساتذة في كلية التربية مفيش عندنا أي بند عن التربية الجنسية أو التوعية الجنسية. فالتحقت بدبلومة تابعة لجامعة في الدنمارك تقدم الدعم النفسي للناجين من الاعتداء الجنسي. خلال سنوات الدبلومه اكتشفت انه طب بعدين هنقدم الدعم للناجين من الاعتداءات، طب احنا عايزين نحميهم من الاعتداء، طب بيحصل لهم الاعتداء امتى؟ فاما جيت اعمل زي احصاء كده لقيت كلهم في سن الطفوله. من سن كام؟ لقيت في اطفال تم الاعتداء عليهم 6 سنين، 5 سنين، 4 سنين. فلقيت ان 4 سنين ده السن المناسب اللي هو الطفل بيسيب مامته وباباه بيروح المدرسه وبيبتدي بيحتك بناس تاني غير الاب والام. فعملنا الحملة من سن 4 سنين وأطلقتها سنة 2012 بعد ما خلصت الدبلومة أو أثناء الدبلومة، وقلت أنتوا هتشتغلوا في الدعم النفسي لناجين من الأعتداء الجنسية وأنا عايز أشتغل في التوعية عشان أقلل عدد الناس اللي ممكن تتعرض للإزاءات الجنسية. لو قدرت أوعي الطفل وأفهمه حقوقه وحدوده وخليه يتدرب إنه يقول لأ أو يرفض ويجري وشوية خطوات كده بنعملها، يبقى هقدر انقذه من الايذاء. يبقى بدل ما استنى لما يحصل له اعتداءات واقعد اعالجه نفسيا لسنوات، لا انا امنع الاعتداء قبل حدوثه. طيب دكتور ايمان، واحنا بنتابع الفيديو الموضوع لطيف جدا والاطفال متفاعله جدا مع حضرتك، والاغنيه يمكن لما بنقول احنا عايزين نوصل فكره التوعيه للاطفال من التحرش، ان حد يتحرش بيهم، طبعا نوصلها لهم ازاي؟ محتاجين ماده سهله او محتوى سهل. الحقيقه ان الموضوع فعلا لقيناه بسيط وسهل جدا من خلال الاغاني او الانشطه المختلفه اللي بتقدمها مؤسسه حمايه زي الرسمه او الغنى او الموسيقى. هل الانشطه دي كانت من بدايه ما حضرتك بداتي فريق حمايه كانت موجوده، ولا دي مستحدثه من خلال مثلا ادراكك ان هي الاطفال بيستجيبوا ليها بشكل اسرع؟ شكرا على السؤال دوت. بس انا من الاول ما جات لي الفكره وان هم اطفال، عرفت ان انا مش ممكن اقدم لهم تدريب زي الكبار، فمش ممكن هبدا بباوربوينت او ابدا بمحاضره. ففكرت من دي 1 يعني ايه الحاجه اللي ممكن طريقه، يعني لاني انا بدرس ماده اسمها طرق التدريس للطفل، فبنعتمد على في الاساس على وسائل الايضاح والرسم والتلوين والموسيقى. كان في الاول ما بداناش بصراحه بالرسم ولا وسائل الايضاح، كان الاول بدات بالموسيقى. قلت لو بدعت حاجه او ابتكرت حاجه فيها مزيكا ولحنها يبقى كاتشي للاطفال وسهل الحفظ، هقدر يبقى ده مدخل او الانترودكشن. فجات لي فكره الاغنيه اول حاجه. فهي فكره حمايه اصلا كانت اغنيه. طب اعمل انا اغنيه؟ انا بالف ولحن، ربنا مديني الملكه دي، لكن قلت مش عايزه اثقل على طفل عنده 4 سنين او 5 سنين يحفظ كلمات جديده ولحن جديد. خدت لحن بتاع If You're Happy and You Know، دي لحن عالمي مشهور كل الناس عارفينه في كل مكان، لما بروح اي دوله بالانجليزي بالعربي بالفرنساوي حافظين اللحن. رحت مركبه عليه كلام اللي هو اوعى تخلي اي حد يلمسك. ورحت بادئه مع الاطفال تيجوا نسمع اغنيه، يعني الموضوع بدا بالعكس، فاقول ولادي تشدوا الاغنيه ويقولوها. طب بعد ما بقول اوعى تخلي حد يلمس هنا، طب ما انا محتاجه افهمه. فرحت بدات اعمل مجسم لطفل وطفله ولابسين اندروير عشان اشاور على الاماكن الخاصه. طب الاطفال محتاجين الموضوع يثبت في ذهنه قوي. كنت بكلم مع حضرتك في الفاصل انه بعمل مثير بصري ومثير سمعي، الروابط الروابط الذهنيه، فعايزه اعمل فخليته يلون. طب انا عايزه احركه لان ده طفل. ففي تعليم خاص باللعب وفي علاج خاص باللعب اسمه بلاي ثيرابي، ازاي توصل لطفل معلومه وتعالجه من المشكله عنده باللعب. فبقيت ادخل جزء لعب، لكن الموضوع كله بدا باغنيه حمايه.